وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين مدير مركز آفاق مشرقية للدراسات السيد فواز تللو. أهلا ومرحبا بك سيد فواز. بداية، 13 يوما مرت على قصف نظامي للغوطة أسقطت فيها ما يقرب من 18,000 صاروخ وقذيفة مخلفة مئات القتلى وآلاف المصابين. ماذا ينتظر المجتمع الدولي وأمريكا تحديدا التي تهدد حتى الآن لوقف المجازر؟ أخي الكريم مرحبا بك، لنكون صريحين. أهلا بك. المجتمع الدولي متواطئ بدرجة كبيرة جدا مع ماليزيا، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إدارة ترامب متواطئة مع الإيرانيين، إدارة ترامب اليوم تحكي كثير ولكنها تخضع للروس، وهذا شأن أمريكي روسي. إذا أخي الكريم، نحن اليوم لا نواجه شيء جديد اليوم. نعم. نحن نواجه نفس المخطط لتهجير العرب السنة من مناطقهم في العراق ومن سوريا ويضطهدون في لبنان واليمن وإلى آخره. لم يتغير شيء. طيب، المجتمع الدولي أخي الكريم، مع موافقة روسيا ونظام إدخال المساعدات، هل برأيك تكفي هدنة الخمس ساعات يوميا لتنفيذ ذلك أم لا؟ أخي الكريم، هي عبارة عن مهزلة في قرار الأمم المتحدة. بيطبقوه في ماجز. يعني بدل ما تضرب الصواريخ على 24 ساعة، تضرب نفس الكمية من الصواريخ على مدى 18 ساعة أو 19 ساعة. ما لاقين الموضوع. هذه الكذبة أخي الكريم والهدنة والممرات الإنسانية عبارة عن كذبة. بعد اسبوع اليوم لم يخرج مدني واحد من الغوطه. عم نحكي عن حوالي 375,000 مدني تقريبا في الغوطه، لم يخرجوا من لجنة النظام. اذا نحن اليوم امام مجزره حقيقيه يجري فيها الضغط على الغوطه، ليس من خلال المقاتلين. معلش، قد يفقدوا بعض مناطق المفتوحه، ولكن النظام لن يستطيع اقتحام ابدا مناطق البلدات. يعني بالاخير، طيب، عبر الضغط على المدنيين بقتل ما استطاع من المدنيين امام انظار المجتمع الدولي. اخي الكريم، اليوم اهل الغوطه لهم امر واحد فقط، الصمود. نعم، سيدفعون ثمن اكثر ومتزايد، ولكن في النهايه سيخضع. طيب، انت ذكرت الثمن. للحد من هذا الثمن الكبير، هل تعتقدون انه لو سلم من يسميهم النظام بالارهابيين سلاحهم إلى النظام ومحاولات اقتحام النظام والميليشيات التابعة له للغوطة، هل تعتقد أن هذا الأمر سينقذ المدنيين ويحفظ دماءهم؟ لا أخي الكريم، لا أخي الكريم، لا. اليوم نحن يمكن 1,000 و2,000 شهيد من المدنيين، بضعة آلاف من الجرحى الآخرين، ولكن في النهاية 370,000 سيستطيعون النجاة وسوف يحافظوا على بقائهم في أرضهم. أما إن استسلم المقاتلين ما بيستسلموا بالاخير. الضغط عبر ورقه المدنيين، ان قرروا الاستسلام فالمدنيين هؤلاء اكثر من نصفهم سيضطرون لمغادره الغوطه، ثلثينهم يمكن، لان هؤلاء مرتبطون بشكل من الاشكال بالمقاتلين بالناشطين الى اخره، ويخشون من بطش النظام. من سيتبقى منهم سيعاني الويل والسبور من هذا النظام الطائفي الذي تحرك شوقا للانتقام منهم. أما طيب، من سيغادرون 200,000 واحد بيغادروا بكرة، بده يتبهدر على الحدود. لا، تركيا بتفوتون وقطر بتضطهدون والقاعدة بدها تذبحون ومدري شو إلى آخره. هم يدركون ذلك، لذلك هناك. طيب، يعني في ظل هذه المعطيات، ما الخيارات المتاحة أمام المعارضة السورية؟ في كلمة المعارضة أنا بتضرب على عصبي بالأخير. المعارضة تتشرف بشكل قذر. عم نحكي عن المعارضة السياسية، هي التفاوض الائتلاف. يجب أن يقولوا لن نستمر في أي عملية تفاوضية بعد الآن ما دامت المجزرة مستمرة. لن يقولوا ذلك لأنهم تابعون تلك الدولة أو تلك. المعارضة العسكرية في الجنوب اليوم تخضع لدول إقليمية، وهذه المعارضة نائمة منذ 3 سنوات. عم نحكي عن جنوب حوران ودرعا وإلى آخره بالهيك. كان معنا من برلين مدير مركز آفاق مشرقية للدراسات السيد فواز تللو، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.